خلينا دلوقتي نروح لهيئة الدواء المصرية اللي حذرت من استخدام مستحضرات تقشير الجلد بشكل خاطئ، وقالت إن ده ممكن يسبب ضرر للبشرة خصوصا إذا كانت المنتجات بتحتوي على تركيزات عالية من حمض الجلايكوليك أسيد أو الساليسيليك أسيد، ودي يعني بتبقى خلينا نقول ان هي بتبقى احماض موجوده في المنتجات دي. شاذلي انا مش فاهم طبعا، انا عايز افهم دلوقتي من الدكتوره مي سمير استشاري الامراض الجلديه والتجميل اللي معانا. يا دكتوره صباح الخير. صباح النور، ازيكم عاملين ايه؟ يا اهلا بحضرتك. طبعا انا مش فاهم اي حاجه من المواضيع دي، فاعذريني. يعني هو ليه اصلا ممكن البنات تتجه لتقشير البشره؟ بص، طبعا الناس يعني في حاجات امراض فعلا بتبقى محتاجه تقشير البشره، وفي ناس تانية بتقول لك لا عايزه وشي يفتح الكلام ده كله. يعني في امراض زي الملازمة، الكلف، النمش، ممكن بيحصل فيه تصبغات من موضوع الشمس، الناس ما بتحطش صن بلوك مناسب، فكل الحاجات دي ممكن تعمل فعلا تصبغات، بنكون محتاجين نستخدم حاجات تقشير. بس انت عايز دلوقتي السوشيال ميديا والجروبس بتاعت البنات، وواحده راحت للدكتور فتقول لصاحبتها انا استخدمت برودكت مناسب جدا، ده اللي بيعمل لنا مشاكل وبيخلي ممكن ناس تجيلنا بكوايس مش مشاكل بس. طيب خلينا برضو نعرف منك يا دكتور ايه المشاكل اللي ممكن تسببها يعني التركيزات العالية زي ما كنا بنتكلم من حمض الجلايكوليك أسيد اللي بتبقى دايما موجودة في منتجات التقشير. ممكن نوصل لحروق، لدرجة حروق. هي دي المشكلة. طب لأن في ناس بتستخدمها بطريقة غلط، يعني في حاجات مكون يعني برودكت ممكن او منتجات يبقى فيها الجلايكوليك اسيد والسلسليك اسيد بس تبقى مناسبه لبشرتك ويبقى فيها تركيزات معينه. يعني بلاش نكتب، يعني في ناس مثلا بتعمل تو برودكت او تو منتجين على بعض، دوت بيعمل مشاكل جامده جدا، ممكن التصبغات بتزيد، ممكن يحصل التهابات شديده، ممكن توصل لدرجه الحروق، ممكن يحصل تورم في الوش، ممكن يحصل مشاكل كتير. يعني ناس بتستهين بالموضوع ده بس احنا ممكن يحصل كوارث. طب على الجانب الاخر بقى في وصفات يا فندم، اعشاب بقى على توابل على حاجات غريبه كده. يعني انا امبارح كنت في العياده لقيت حد بيقول لي انا بحط زيت زيتون على ملح على وشي عشان الحبوب. قلت له زيتون زيت زيتون وملح على وشك؟ لا ده كده انت بتعك الدنيا. ففي ناس بتقعد تقول وصفات ده ممكن يضر البشره. انت مش ممكن تضر البشره، انا مش عايزه اقول لك هو العيان ده جاي لي عامل ازاي؟ وشه تقريبا مسلوخ. يعني فالموضوع دوت اللي لازم لما نكون عايزين نستخدم اي حاجه طبيه او اي برودكت نلجا للدكتور. يعني ممكن يكون كانت حاجه بسيطه دكتور وهو ضر نفسه اكتر باستخدام الخلطه دي. هي كانت الموضوع اللي عنده حاجه بسيطه جدا 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 بالتركيبه اللي هو عملها، حد من صحابه شار عليه بالتركيبه دي فبوظ له الدنيا خالص. بدل ما هو كان العلاج بتاعه هيحتاج اسبوعين، هو العلاج تقريبا بتاعه هيحتاج من شهرين لثلاثه. طيب دكتور خلينا برضو يعني نعرف من حضرتك، لأنه في ناس كتير جدا هم شايفين أن التقشير من أفضل الوسائل زي ما حضرتك قلتي معالجة كل مشاكل البشرة أو معظم مشاكل البشرة، هل هناك وسائل أمنة للتقشير؟ وهل في بشرة ممكن تكون تحتمل التقشير أكتر من بشرة أخرى؟ بصي دلوقتي المنتجات بقت فيها فرايتيز كبيرة جدا، حاجات مختلفة، اللي ممكن حاجات للبشرة السنسيتيف جدا الحساسة، وفي ممكن حاجات للبشرة اللي فعلا محتاجة علاج. فالمنتجات دلوقتي بقت موجودة وفيها كل حاجة. التقشير فعلا من الحاجات المهمة جدا للبشرة، ان هو بيجدد الخلايا، بيشيل الخلايا الميتة، بتحس ان وشك شكله حلو، والستات طبعا بقوا بيحبوا الموضوع ده، عايزة وشها شكله حلو طبيعي ما فيهوش اي مشاكل. بس تستخدم البرودكت المناسب او المنتج المناسب لبشرتها. مين اللي هيقدر يحدد الموضوع ده؟ الدكتور المختص. ما تروحش هي الصيدليه تقول له انا عايز كريم يقشر لي وشي او عايز حاجه تظبط لي الدنيا. يعني في ناس بتروح تقول للدكتور في الصيدليه انا عايزه حاجه تشيل لي كل الكلام ده، فالدكتور الصيدلي مع احترامي طبعا ليهم بيديها الحاجه اللي هو ممكن عارفها او الحاجه اللي سامعها، بس الحاجه دي ممكن ما تناسبهاش. وطبعا في حاجات تحضيريه بلاش الناس تستخدم الحاجات التقشير البارد او الكلام ده في البيت، لان في ناس برضه الوصفات تقول لها طب احنا هنجيبه ونستخدمه مع بعض. الحاجات دي بتتحط بطريقه معينه بتركيز معين على البشره عشان ما تعملش مشاكل. طيب دكتوره طول عمرنا بنسمع ان اشعه الشمس مفيده للبشره بشكل عام،
لكن الفتره الاخيره بدانا نكتشف انه غالبيه الستات والبنات لازم وهم خارجين يستخدموا السان بلوك، مع انه كان ده بتاع المصايف بس، لكن دلوقتي بقى ده الطبيعي. طب وليه والرجاله لا ما تستخدمش؟ ليه ما الرجاله لازم تستخدم السان بلوك كمان؟ الستات والرجاله لازم يستخدموا السان بلوك. صعب. ليه؟ لان في صعب قوي ده يا فندم. لا لا دلوقتي بقت في حاجات ما بتخليكمش ولا وشكم ابيض ولا في اي مشاكل، وفي حاجات سبراي دلوقتي كمان لازم الستات والرجاله يستخدموا السان بلوك. ليه؟ لان السان بلوك اشعه الشمس مش مضره، بس من 10 ل 4 الاشعه دي مضره جدا. ودورينج الدي في نوع من الاشعه الالترا فايلوت او اليو في بي او اليو في اي، في انواع منها بتبقى مضره. دي اللي ممكن تعمل تصبغات، ممكن تعمل حروق، ممكن. وانت عارف دلوقتي احنا يعني لغايه دلوقتي احنا ما شفناش شتاء، فمصر دلوقتي بقى صحيح. فيها الجو شمس على طول الوقت. لكن هي حتى لو الفتره دي يا فندم، حتى لو الفتره دي مضره، انا ممكن يعني احاول اتجنب الخروج في الشمس ولا اني احط سان بلوك. طب بصراحه دكتور ممكن بقى يعني سريعا جدا، ممكن الرجال كمان يعني تلجا لوسائل تقشير بما انه بيسال على السان بلوك؟ الرجاله بقت بتعمل كل حاجه، بتحط روتين لبشرتها. ومش عايزه اقول لك ان الستات والله بقنعه يا دكتور، والله اكتر من الستات بقنعه. والله يا دكتور بشكرك شكرا جزيلا، دكتور بي سمير استشاري الامراض الجلديه والتجميل، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.